مستحيل ممكن اليأس صعب معاه من القلب يتمكن مع الإيمان بالله المستحيل ممكن اليأس صعب معاه من القلب يتمكن هو كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل جوا كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل قريب مجيب معين يا أيوب من مرضه ورغم صبره دعا ربه ربه استجاب مضعفش يعقوب من حزنه ما يقسش من رحمة ربه دعاه استجاب زكريا كان أمله في ربه لما دعاه دعا من قلبه وربه استجاب هو كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل هو كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. وبعد، فإن ليونس عليه السلام مكانة رفيعة عالية عند الله عز وجل، فقد ذكره الله تعالى في جملة الأنبياء الكرام. فيونس عليه السلام من صبت لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وتحكي كتب السيرة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة قاصدا بلدة الطائف ليدعو أهلها إلى عبادة الله أوذي أذى شديدا فجلس تحت شجرة يشكو إلى الله ما لاقاه، فقدم إليه غلام نصراني يقال له عداس فقدم له قطفا من عنب. تفضل كل هذا العنب. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله ثم أكل، فنظر عداس في وجهه مندهشا. والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ نصراني، وأنا من أهل نينوى. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ ها؟ وما يدريك بيونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فانكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. وتوجه يونس امتثالا لأمر الله إلى مدينة نينوى بالعراق، وهذه المدينة ما زالت موجودة إلى الآن وبذات الاسم. وفي هذا الزمان انحرف أهل نينوى عن منهج الله عز وجل، فعبدوا الأصنام وجعلوها ندا لله تبارك وتعالى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يدعوهم إليه ويبين لهم ما هم عليه من الخطأ والشرك. فإذا لم يستجيبوا لنداء نبي الله يونس يجري عليهم ما جرى على من كان قبلهم ممن كذبوا الرسل بإنزال عذابه وعقابه عليهم. إنها سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقف يونس وسط الناس يشاهد موكب الشرك، وهو يفكر: كيف سيجعل هؤلاء المغيبين يتخلون عما هم فيه من شرك وضلال ويعبدون الله الواحد الأحد؟ السلام عليك يا أخي. وعليك السلام. أتسمح لي بالجلوس؟ على الرحب والسعة، هل لك في بعض الطعام؟ لا أريد أن أزاحم السمك طعامه. إنه رزق الله يا أخي، مد يدك. عجبا، كلام هذا الرجل لا ينطق به أهل هذه البلدة. هل أنت من أهل نينوى؟ أصبحت من أهلها بعدما أخرجنا من ديارنا في السامرة. أنت إذن من سبي مملكة إسرائيل. أجل، وأنت يا أخي من أين؟ فلا أظنك من أهل نينوى، فقد رأيت أنك لم تسجد مع الساجدين حينما مر موكب الآلهة أمامك. سامحك الله يا أخي، تريدني أن أسجد لصنم صنع بيد البشر؟ يا إلهي، هل تحقق ما تمنيته وأرسل الله نبيه لهذه الأمة؟ لقد أتيت من الموصل محملا برسالة من الله تعالى إلى أهل هذه البلدة لأردهم إلى دين الله وأدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام. حمدا لله، لقد استجاب الله دعائي وأرسل نبيه. ما اسمك يا نبي الله؟ يونس بن متى. دعني أقبل يديك وقدميك أيها المبارك. إن رسالات الأنبياء في القواعد والأصول العامة للعقيدة والأخلاق هي واحدة، لا تتغير ولا تتبدل،
فالأنبياء جميعا متعاونون متناصرون فيما بينهم، كل منهم يكمل رسالة أخيه النبي السابق في الدعوة إلى التوحيد. وما أرسل الله تعالى يونس عليه السلام إلى أهل هذه البلدة إلا ليدعوهم إلى توحيد الله جل جلاله وترك ما هم فيه من شرك وعبادة للأصنام، وليخرجهم من ظلمات الشرك والمعصية إلى نور التوحيد والطاعة، وإنقاذهم من براثن الجهل والعمى إلى نور الهداية والإيمان. قل لي أيها الرجل الطيب، اسمي أشعيا يا نبي الله. هل من أحد غيرك يا أشعيا يسير على دربنا، درب الإيمان؟ لا أعلم أحدا غيري، ولكني أثق أنه بقدومك المبارك إلى هذه البلدة سينصلح أهلها ويعود إلى دين الله. أخشى أن ينالني منهم أذى. اطمئن سيدي يونس، فمدينتنا بها العديد من العقائد والملل، من يهودية وصابئة ومجوس وغيرهم من عباد الأوثان، وكل فئة منهم تظن أنها الوحيدة على صواب. وأين سكنك يا نبي الله؟ سكني هنا حيث وجدتني، هنا على ضفاف نهر الدجلة الطيب. إني أعيش وحدي في منزل متواضع، ويسرني أن تسكن معي، وهي فرصة لي كي أستزيد من علمك يا نبي الله. أشكرك يا أخي أشعيا، ولكنني استأنست بجوار هذا النهر وبصحبة مخلوقات الله، وسأبني عريشا أبيت فيه يقيني من حر الصيف وبرد الشتاء. أراك تتهيأ للصلاة. أجل يا أشعيا، ولكن ما لك سكت يا سيدي؟ أفكر كيف أدعو هؤلاء القوم. هل أبدأ بكبرائهم؟ بل انزل بين الناس وادعوهم بالحسنى، وستجدني إلى جوارك دائما. الله المستعان. يا قوم يا أهل نينوى الطيبين، أنصتوا إلي، أنا يونس بن متى. وماذا تريد منا يا ابن متى؟ لقد أرسلني الله إليكم لأهديكم سبيل الرشاد إلى عبادة الله الواحد الأحد خالق الأكوان. أليس هو أحق بالعبادة من هذه الأصنام التي تسجدون لها؟ كيف تهذر بهذا الكلام في عيد الإلهة عشتار؟ من أنت يا رجل؟ وكيف تجرؤ على قول هذا الكلام أمام أقدس معابدنا؟ أنا يونس بن متى، نبي الله أرسلني إليكم يا أهل نينوى كي تعبدوه وحده وتتركوا ما أنتم عليه من شرك وضلال. أعجبا لكم يا بني إسرائيل، ما يفتأ ينقضي زمن إلا وينبري من بينكم من يدعي النبوة وأنه مرسل من عند الله. أرنا إذن آياتك ومعجزاتك كي نصدقك. إنما الآيات من الله، وما علي إلا البلاغ. عندنا من الآلهة ما يكفينا
ولن نرضى عنهم بديلا. تريدنا أن نترك ديننا ودين آبائنا؟ إنه دين فاسد ابتدعتموه. من هذا الرجل؟ تراه من بني إسرائيل الذين أسرهم ملكنا الراحل سرجون. يا قوم اتبعوني أهدكم طريق الرشاد، فإني لكم ناصح أمين. انصرف من هنا أيها الرجل، وإلا ألقينا بك في السجن. بسم الله الرحمن الرحيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير.